عارف ايه سبب الاكل؟ سبب الاكل ايه؟ الواد قبل الجمعه بنص ساعه، يابا انا هاخد الميكروباص بتاع الناس هنا، واخدين الميكروباص مني وهحمل دور، لان كنت قبليها بيوم مع الحكومه كده وبتاع. قلت له ماشي يا ابني. فراح حمل الدور، لسه هيطلع بالميكروباص، في اتنين قدام راكبين، في عيل من ضمنهم معاه مشاجره مع ناس او متخانق مع واحد او واحد متربص له، الله وحده يعلم. فالواد دخل عليه بالمطوه، قام غزز الواد اللي جنب مني. السلام عليكم. اتفضل يا مصطفى. فقطع له صباعه في قلب العربيه. فنزل بيقول له يا ابني يا ابني، وجاي ينزل قام ضربه بمطوه في رجله كده، قام وقعه. لان انا ابني كان طوله حوالي 2 متر وشويه. بالسهل يعني. المهم، طب في ايه؟ ما ينفعش. طب قام زي الواد، قام او بعده بعيد او ضربه، الله اعلم. بعد كده الواد ازاي انا ازاي انت تضربني؟ اما طلع المطوه طق 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 طق، بقى عامل زي المجنون على الواد. 9 طعنات واكتر، وقطع رقبه، تقطع رقبه هو وانت جايب فرخه تقطعها؟ ايه يا عم، في ايه؟ في ايه؟ ايه القسوه دي كلها؟ عشان ايه؟ بينك وبينه ايه؟ انت بينك وبينه ايه عشان تعمل فيه كده؟ عشان ابوك مش عارف مين؟ ولا اخواتك مين؟ في قانون في البلد، في قانون في البلد، وفي حكومه شديده ترجع الناس دي عن 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 البهدله اللي بيبهدلوها في الخلق ديت. وبعدين انا بحمد ربنا في الاول والاخر ان ابني مات شهيد. شهيد عشان بيدافع عن واحد راكب ما يعرفش، ما يعرفوش وما يعرفش ايه اللي بينه وبين التاني. كان ضحيه الراكب التاني، والحمد لله على كده. تحيه الشهامه. تحيه الشهامه وتحيه الرجوله اللي هي ما بقتش موجوده دلوقتي. قالوا لي تعالى يا دوبك خلاص صلاه الجمعه، لقيت اخوه بيتصل عليا قال لي يابا الحق في ناس او مش عارف ايه، ناس من بعض الركاب بيقولوا ان ابنك اتغز. غز فين يا ابني؟ ده ابني ده كان لسه معايا نص ساعه. المهم بعد يا دوبك جيت من الجامع لحد البيت، ببص لقيت بيتصل عليا تاني، بقول له في ايه يا ابني؟ قال لي ابنك تعيش انت. تعيش انت ليه يا ابني؟ ليه يا ابني؟ يعني كم واحد اللي موتوه؟ اخوك مش سهل يعني يتذبح كده. وقلنا بقى طبعا قطع الاوتار بتاعت الرجل كده زي ما بيقولوا الناس اللي هي بتاعت المذبح على رقبه، فنزل بقى بجسمه كله على الارض والتاني اشتغل عليه. اللي قتل اخويا ده اكيد مش قصده خناقه، لا ده قتله بجبروت. ده عامل زي ما يكون في غابه، ده مش طعنه عاديه، ده زي ما يكون لابس المطوه جوه قلب اخويا صفى قلبه. احنا عايزين حقه، عايزين القصاص، عايزين القصاص. وكيل النيابه ربنا يبارك له واقف في ظهرنا، ومحمد بيه صفوت واقف في ظهرنا. احنا لينا ربنا، احنا برضه مش قليلين، احنا لينا ربنا اللي اكبر من اي شيء. هو بيتحامى في ابوه، في فلوس ابوه، معارف ابوه، احنا عندنا بقى اللي بيجيب الفلوس وبيخلق الناس وهياخد ان شاء الله حقنا منه. احنا كل اللي طالبينه القصاص. الدين قال من قتل يقتل. ده لو خرج زي ما عمل مع اخويا هيعمل مع غيره، وهيخش يتحبس 5 سنين ويطلع. يبقى ايه اللي احنا بنستفاده؟ حد اذينا، حد اذينا، بيضيع شبابنا في كل الطرق، من ناحيه قتل، من ناحيه مخدرات، من ناحيه اي حاجه. ما مش همامهم، مش همامهم ليه؟ فاكر ان ابوه حاميه؟ فلوس ابوه حاميه؟ لا، احنا بقى ربنا يجيب حق عمر، وباذنك يا رب عايزين القصاص. ان شاء الله مش هنرتاح الا لما نشوفه متعلق في حبل المشنقه. ودمه ان شاء الله، دم اخويا مش هيروح هدر، بحق ما صفى دمه. ست كبيره بتقول لك روح تشيله، الواد من فجره جري ورا ست كبيره بمطوه. ايه ده؟ ايه القوه دي؟ ايه الافتراء؟ احنا مش في غابه، احنا مش في غابه، احنا بشر وسط ناس، ولازم القضاء يبقى عادل معانا، ولازم يجيب له قصاص
عشان الغير يبقى عبره لغيره، ويا ريت القصاص والعدام يبقى حصري عشان كل واحد ما يفكرش يعمل كده.